Là où le piston. Avec l'enchaînement. Chauffer. Chauffer. Chauffer, marque là. بسرة من كانت هاي. بس هدول احنا يعني قديش بتقعد واحد وهي تترس وهي تترس وهي تعمل وهي تسوي فيها هذا التتريز والفن والحكاية اللي ما انتهتش. كان في الألوان الصغيرة اللي بتنحط هون هيك هون، البرتقالي والأحمر والليلكي والأخضر والأصفر وال عارفة، كل واحدة فيهم إشي إلنا إشي منا هيك هوية واضحة هيك. فيش لبس، هذا فلسطيني أظن، هذا هو اللي بخاف كتير مرات، هذا هو اللي بدهم يخلونا إحنا نتوه أو ما نعرفوش شو هو الفلسطيني. فعشان هيك في مناسبة مهمة زي العروس زي إنه ألبس الثوب. أول مرة شفته كتير قلت يا ربي وين كنت؟ ذكرني في أبوي، بذكرني في أبوي، بذكرني في رانتيا، في اللد، في المزارعة. أنا ما عشتش هناك، حيفا، يافا، عكا، ما عشتش. مش رح أعيش يمكن هناك، بس أنا كأنه عايشة فيهم، كأنه عايشة هناك. بحس لما أشوف، لما هذا هيك، هذا الصوب هيك جسر بين الماضي والحاضر تبعي. حاسة حالي هيك بصير كيف فيه، كتير جميلة. حاسة حالي هلا وانا لابستو انه مرتاحة وجميلة و بحب الكل يشوفني وانا لابستو. حسيستو هلا، حسيته إلي أبصر كيف هيك شيء أبصر. يا شايف لو أنا كنت في هذاك الزمن هيك بحس، كأنه أقل تشويه، كأنه في هذاك الزمن هيك لو أنا يعني بكون بهذيك زي هذيك النساء أبصر. بصير كيف بكون وكيف بعيش، بس بحس انه هناك اشي ما عندناش اياه، وهناك اشي احنا ما مش ضوعناه. بعرفش رح علينا ابصر. بديش كمان مرة اقول لك كيف كنا معنا. انت تبكيش بس على اللي بيصير.